إخوتي وأخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليوم والبركات. اليوم حديثنا عن موضوع مختلف جذريا عن المواضيع السابقة. طبعا حديثنا اليوم بعد عاصفة ترابية يعني ضربت العراق والمنطقة بلاد الشام. طبعا النباتات انملت تراب مثل ما تشوفون. هنا هذا الورد الجوري والنباتات، شوف هنا الجاردينيا كلها انملت تراب. هون اعزائي الورود انملت تراب، هنا جرة. فاليوم حديثنا عن فوائد العواصف الرملية للنباتات و يعني للبشر ككل. طبعا اخوان الاعزاء، سبحان الله الذي جعل لكل شيء سببا. طبعا العواصف الرملية الكثير يستاء من عندها، لكن بالحقيقة هي بيها فوائد كثيرة جدا جدا للنباتات وللنباتات وللبشر. وأهم هذه الفوائد هي أنه هذه الأتربة تتحول إلى سماد للنباتات بعد ما تتساقط الأتربة على الأرض أو على النباتات، راح تنغسل هاي وبعدين تتحول إلى، شوف هسه هنا الأرض مليانة، تجدد التربة بالكامل وتزودها بالعناصر الغذائية المختلفة. هذا أهم يعني الفوائد ما يتعلق بالنباتات. وما يتعلق بالنباتات أيضا مفيدة، أيضا قسم يعني حسب المصادر انه يقولون هذه الاتربة تنقل حبوب اللقاح ايضا وتساهم بتلقيح الاشجار. طبعا المهم ايضا اخواني الاعزاء انه هاي الاتربة تساهم بالقضاء على الفيروسات والبكتيريا والفطريات الموجودة بالتربة، وكذلك القضاء على الحشرات. يعني مثل ما تلاحظون يعني سبحان الله كأنما هاي العواصف الرملية هي عبارة عن يعني مكافحة إلهية لكل النباتات، يعني النخيل والأشجار وكل شيء. فسبحان الله يعني شوف هسه هاي كل هالنباتات، اكو قسم من النباتات ما يوصلها الانسان، مرتفعة جدا، فهذه تكون عبارة عن مكافحة الها، لان هاي يعني ذرات الرمل صغيرة الحجم تقتل الحشرات وتخلصنا من عدها الحشرات الضارة. لذلك هي رغم انه البعض يستاء لكن هي مفيدة. في سنوات ماضية كانت هناك انتشرت بالعراق اصابات بالوسط العراق، انتشرت يعني بالنخيل، انتشر الدوباس، ولكن لوحظ انه بعد عواصف رملية قوية جدا مثل اللي صارت عندنا يوم امس، انه هاي الدوباس تم القضاء عليه بعد فترة، بعد عاصفتين رملية تم القضاء على هاي الآفة اللي صابت أشجار النخيل. إذن إخوان الأعزاء، طبعا مثل ما وضحت لكم إنه العواصف الرملية مفيدة جدا جدا للنبات وكذلك للإنسان. طبعا بعد ما بحثت بالمحرك البحث جوجل للحديث عن أو للبحث عن فوائد العواصف الترابية،
وجدت أنه أيضا مفيدة لتقوية مناعة الأطفال وكذلك الإنسان، يعني إذا تعرض للأتربة راح هذا يساعد بزيادة المناعة مالته. وأيضا شفت أكو فائدة كبيرة أيضا للعواصف الرملية، أنه تغذي البحار والمحيطات والأنهار، تغذيها بالعناصر والمعادن اللي تحتاجها هاي البحار مثل الحديد وغيرها والفسفور وغيرها والعناصر الأخرى. إذن أخواني الأعزاء، ما يأتي من الله إلا خيرا، وهذه العواصف الرملية هي مفيدة للإنسان، مفيدة للحيوان، ومفيدة للنبات. شوف هنا هاي الوردة، شوفوا شلون تغطت بالتراب، وهذا الورد الجوري ايضا تغطى. الان راح نتحدث عن شنو اللي نقدر نسويه الان بعد يوم مترب، يوم بعد عاصفة رملية. اليوم هسه الجو تحسن، ايش راح نسوي؟ اهم شيء هسه اللي راح نسويه هو رش النباتات. طبعا هو لو يعني سبحان الله دائما هي يعقب العواصف الرملية أمطار، إذا صار أمطار فهذا خير على خير، وإذا ما صارت صار أمطار يعني فأنت ترش هاي النباتات. شوف السان هاي، سبحان الله هذا الأثر مالتي، شوف ايش قد كمية الأتربة، شوف هنا أنا. فهاي هسه راح نرشها حتى تتحول ذرات التراب، ذرات الرمل الى تتحول وتموع بالارض ويستفاد من عندها النبات. شوف سبحان الله شلون هذا تحول الى طين، ها تحول الى طين. وهاي السنادين بعد ما رشيناها، شوف اخوان الاعزاء، تحول الى طبقة فوق النباتات. شوفوا سبحان الله، تحول الى طبقة. اخوان الاعزاء هاي الطريقة نرش هاي الطريقة اخوان الاعزاء نرش النباتات. راح رش جيد، راح حبات الرمل الغبار راح تنزل أسفل النبات ويكون غذاء للنبات، وعبارة عن سماد ممتاز جدا يحتاج النبات. كل الأشجار وال
شوف اخوان الاعزاء بعد ما نرش النواقع هاي الطريقة اخوان الاعزاء حتى لو كان شوية الشجرة مرتفعة حاولوا رشها لان هذا الرش يساهم بنفض الغبار وتحويله الى سماد. كل الحديقة في الرش هاي الطريقة رش شوف هنا اخوان الاعزاء عندنا هاي الخضروات مزروعة بالسنادين ايضا نرشها انا طبعا هذا التوت اللي هو نسميه بالعراق التركي ايضا غسلناها هاي الشجرة اخوان الاعزاء خلال دقائق تحول هاي الاتربة الى سماد يستفاد من عنده النبات شوف هنا ايضا هنا هاي عصر ذهب طبعا هنا لا ننسى انا هنا زارع دايات النباتات نغسل الاوراق وكذلك هنا جوري زارعة هذا الشكل بالختام أحبتي أخوتي نستودعكم الله وفي أمان الله ونعود ونكرر لمن يستاء من العواصف الرملية بأنه ماكو شيء يأتي من الله مو مفيد إن يأتيكم خير فمن الله وإن يأتيكم من شر فمن أنفسكم نستودعكم الله وفي أمان الله كان معكم أبو عبد الرحمن معالم الزراعة والنباتات المنزلية.